أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الجديد رح نحكي فيه عن كيفية إصلاح الويندوز 10 من خلال بدء التشغيل المتقدم. طبعا كان في جزء أول وهذا الجزء الثاني. في حال أنت صار في عندك مشاكل بالويندوز 10 من خلال قائمة بدء التشغيل المتقدم فيك تساوي إصلاح للكمبيوتر. رح نشوف كيف رح نحن رح نساوي هاي الإصلاح مع أي حالة بتتناسب. طبعا بس تفوت على قائمة بدء التشغيل المتقدم عليك أن تضغط على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومن ثم على الخيارات المتقدمة، ومن ثم هنا سوف نتحدث عن الحالة الأولى اللي هي إزالة تثبيت التحديثات. طبعا في حال أنت سويت تحديث للويندوز 10 أو من المعروف أن الويندوز 10 فيه له تحديثات كثيرة، فطبعا من الشائع أنه يصير في أخطاء بعد تنزيل التحديثات أو تضارب مثلا مع التعريفات أو أي من المشاكل اللي بتصير بعد إزالة التعريفات. فطبعا هون إذا كان عندك مشكلة وأنت بتعرف أنه هي بعد ما أنت ثبتت التحديثات، فهي هون يجب عليك الدخول إلى إزالة التحديثات. طبعا نضغط عليها ونشوف هون عنا خيارين: إلغاء تثبيت آخر التحديثات وتحت كلمة الجودة. طبعا هذا بتتعلق بالتحديثات اللي بتساويها من خلال يعني سطح المكتب، وتلقائيا الويندوز بيساوي هاي التحديثات، فهي التحديثات اللي عم نحكي عنها. أما إذا كنت على سبيل المثال أنت مرقي شغلات كبيرة بالكمبيوتر، على سبيل المثال كان عندك الويندوز 7 ورقيته أو سويت له ترقي للويندوز 10، بعد ما رقيت للويندوز 10 صار في عندك مشاكل أو تضارب مع التعريفات أو ألخ، فأنت بتختار إلغاء تثبيت آخر التحديثات وتحت كلمة الميزات. فهون بترجعك هاي الخيار، برجعك للويندوز 7 او الويندوز 7 اللي كان موجود عندك. نحن بحالتنا راح نشوف الغاء تثبيت اخر التحديثات، راح نضغط عليها راح يساوي طبعا اعادة التشغيل. ثم علينا الانتظار. مثل ما بنشوف أصدقائي هون راح يعطينا الاسم المستخدم الأساسي للكمبيوتر، راح نضغط عليه، ومن ثم إذا أنت عندك كلمة سر أو كلمة مرور خاصة بالويندوز فيجب عليك إدخالها، إذا ما كان عندك كلمة سر أو كلمة مرور فكل ما عليك هو الضغط على المتابعة، ومن ثم إلغاء تثبيت تحديثات الجودة. نضغط هون ننتظره لا يتم يعني العملية ككل. طبعا أنا بالنسبة عندي هون ما في أي تحديثات أخيرة، أنا بس عم بورجيك الطريقة كيف تسويها. طبعا هاي الحالة الأولى نعطيها إغلاق. الحالة الثانية أصدقائي اللي معنا كيفية إصلاح مشاكل بدء التشغيل، يعني إذا بصير عندك مشكلة أثناء الإقلاع على سبيل المثال، يعني الوقت الطويل خلال الإقلاع أو يعني التعليق، أو إنك أنت بتضطر تساوي طفي الكمبيوتر من زر الباور ومن ثم بتعود تشغله، فيعني من كل أنواع هاي المشاكل اللي هي بتخص بداية التشغيل، فنحن نضغط على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومن ثم خيارات متقدمة، ومن ثم إصلاح مشاكل بدء التشغيل. نضغط هنا
وطبعا انتظره ليساوي ريستارت او اعادة تشغيل. ثم نحدد المستخدم الأساسي للكمبيوتر، ونضغط على الاسم، ومن ثم إذا عندك كلمة سر تضعها، ثم متابعة، ومن ثم علينا الانتظار، ونأخذ بعين الاعتبار أنه هاي العملية بتأخذ وقت طويل، طبعا ساعة أو ساعتين. فيعني إذا أنت بدك تساوي هاي الطريقة، فأنت يعني تكون متأكد أنك أنت واصل الكهرباء، ومن ثم أيضا أنك أنت تعطيه وقته. مثل ما عم تشوف أصدقائي، طبعا هون مباشرة أنا أعطاني إنه تعذر إصلاح مشاكل بدء التشغيل، طبعا لأنه أنا ما عندي مشاكل بالكمبيوتر، ولكن هاي هي طريقة إظهار يعني هذا الفيديو عم يظهر لك كيف أنت في حال صار عندك مشاكل كيف تتعامل معها. طبعا هاي كانت الحالة الثانية معنا بهذا الفيديو. الحالة الثالثة اللي راح نحكي فيها، تضغط على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومن ثم إعادة تعيين الكمبيوتر. طبعا هون بصير عندك في خيارين، طبعا هي الطريقة هي الأفضل. طبعا إذا ما كان عندك خلفية بأي شيء من اللي حكيناه السابق، فبالتالي هي الطريقة هي الأحسن لإلك. الأول خيار عندك هو الاحتفاظ بملفاتي، بحيث إنه أنت هون بهي العملية ما بيروح عندك ولا أي شيء من ملفاتك على الكمبيوتر. والثاني إذا أنت ما كان عندك شيء مهم على الكمبيوتر، فأنت الأفضل إنك تعطيها إزالة كل الملفات، لانه هون بهي الطريقه راح يرجع لك الكمبيوتر للنسخه الخام الاصليه اللي بتكون جاي اساسا مع الكمبيوتر عندما اشتريته انت. اذا كان معه ويندوز اصلي، فهي بيرجع لك الويندوز الى الويندوز الخام الاصلي الاول. فبالتالي هنا سوف نضغط على الاحتفاظ بملفاتي. طبعا هون عم بيطلب اعاده تعيين هذا الكمبيوتر، طبعا انت بتضغط على محلي بدون السحابه يعني، ومن ثم كل اللي عليك انك انت تنتظره لحتى يخلص. طبعا هون عم يعطينا اعادة تعيين هذا الكمبيوتر، هل انت مستعد لاعادة تعيين هذا الجهاز؟ لا يمكن تراجع عن ذلك، تأكد من توصيل جهازك بالتيار الكهربائي، قد يستغرق ذلك بعض الوقت. ستتم اعادة تعيين تالي، تغيير الاعدادات الى الاعدادات الافتراضية، الاحتفاظ بملفاتك الشخصية، اعادة تثبيت الويندوز من هذا الجهاز، ازالة كل التطبيقات والبرامج التي لم تأتي مع هذا الكمبيوتر. طبعا مثل ما شايفين كل الامور واضحة يعني، فكل ما عليك هو اعادة التعيين. طبعا هاي العملية بتاخد وقت، فانت لازم تكون صبور، طبعا حسب سرعة جهازك، حسب الرامات اللي عندك، فيعني بتختلف من جهاز لجهاز، ما فيني أعطيك يعني وقت محدد، ولكن ممكن تمتد لثلاث ساعات، 4 ساعات، أو ساعة أو ساعتين. فبالتالي يعني يجب عليك أن تكون صبور بهذا الموضوع، والأفضل أنك أنت تتركه يعني، تعطيه إعادة تعيين وتتركه يعني تقوم بعمل آخر، ومن ثم تعود ويكون إن شاء الله جاهز. مثل ما نشوف إعادة تعيين صارت لهذا الكمبيوتر، صارت ب3%، 6%، وطبعا يجب علينا إعطائه الوقت الكافي. ثم بيتم تحضير الويندوز، وطبعا هون بيتم تثبيت الويندوز وكأنه يعني قمت بعملية الفرمتة مع الحفاظ طبعا على الملفات. وخلال هاي العملية ممكن نساوي إعادة تشغيل أكثر من مرة، فهذا الشيء كتير طبيعي، كل ما عليك إنه أنت تنتظره لحتى يخلص. طبعا أصدقائي هون قام بعملية إعادة تشغيل، ومن ثم تابع تثبيت الويندوز، صار تثبيت 64%. عم نشوف أصدقائي تم الانتهاء من تثبيت الويندوز،
ومن ثم أتت برسالة الترحيب مرحبا، يعني بضع دقائق وسوف تنتهي العملية. طبعا أصدقائي، انتهت عملية استعادة النظام أو إعادة تعيين الويندوز، ومن ثم عاد الكمبيوتر للوضع الطبيعي الخاص فيه مع الاحتفاظ بكافة الملفات. طبعا هي كانت طريقة الإصلاح عن طريق بدء التشغيل المتقدم بجزئين، الجزء الأول اللي كان بالفيديو السابق والجزء الثاني هذا. بتمنى هذا الفيديو فيه فائدة لكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل شيء جديد من قناتنا. تحياتي لكم، نشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. باي باي.